مرحبا أصدقائي الرائعين، اليوم ضيفنا فنان عشق الفن من بدايات شبابه، عمل مخرج وممثل في العديد من المسرحيات والمسلسلات والأوبريهات أيضا، شارك في أكثر من 50 مسلسل، منها مسلسل الآنسة فواكه، ومسلسل المسافر مع كاظم الساهر، ومسلسل ذئاب الليل الجزء الثاني. عاش حياته من أجل الفن، ومع ذلك انسجن وتعرض للضرب والتعذيب، وبعد ما خرج من السجن كرس نفسه للتمثيل، وبعد عقود من العطاء اضطر أن يهاجر من وطن العراق للحفاظ على حياة أولاده. خلي نشوف قصة الفنان قصي البصري وبداياته بالبصرة، من كانت البصرة تلقب ببندقية الشرق الأوسط نسبة إلى مدينة البندقية الإيطالية، وشلون كانت بداياته من عمل مع الفنان فؤاد سالم والفنانة شوقية العطار. في البداية أحب أحيي قناة الحياة آرت وكل العاملين من مخرج إلى مونتير إلى مصور إلى الجنود الذين يعملون في هذه القناة لاهتمامها بالفنانين والمثقفين. أما ولادتي فهي في البصرة في محلة الصبخة الكبيرة في عام 1942. كان الوالد يعمل موظف بسيط في دائرة الطابو، والوالدة كانت تساعد في خياطة الملابس للجوارين. أنا الحقيقة عندي أعمال هواي بالبصرة. العمل الأول هو مسرحية الأقدار لسليم بطي وإخراج أخوي توفيق البصري، وأنا كنت طفل لابس بجامة مخططة أبيض وأحمر، وغني غزالة غزلوكي بالماي دعبلوكي أنت وأمك وأبوك، وكان والدي بالمسرحية الله يرحمه أحمد الرجاني وسوزان. سوزان فتاة يهودية كانت ضمن الفرقة اللي أسسها أخي توفيق البصري. وفي عام 1958 أنا أخرجت مسرحية عروس بالمزاد تأليف محمد فخر الدين وإخراجي، وقدمناها على قاعة التربية في العشاق. أما الأعمال الأخرى فهي أوبريتات، عملت في المدارس مجموعة من الأوبريتات، ومع الفرق الفنية مجموعة من الأوبريتات، وأهم أوبريت قدمته هو بيادر خير في عام 1969، وأوبريت المطرقة من تأليف علي العضب وإلحان طالب غالي وتدريب وإخراج قصي البصري، والأوبريتين بطولة فؤاد سالم. الأول فؤاد سالم وشوقية العطار، والثاني فؤاد سالم وأم لنا، وشاركوا به مجموعة طبعا عبد الإله عبد القادر وعبد الأمير السلمي وعبد القادر أحمد وإبراهيم أبو الهيل، وأني اشتركت وأخوي ضياء البصري وطالب غالي. المجموعة كلها اشتركت في هذه الأوبريتات، وأيضا عرضنا في بغداد.
بعد ما قدم الفنان قصي البصري أكثر من 30 عمل فني بالبصرة، قرر أن ينتقل إلى العاصمة بغداد، وكانت النتيجة خلي نشوف سوا. والانتقال الثاني إلى بغداد عملنا شركة اسميناها شركة الشمس للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. كان معي في هذه الشركة ابن خالتي سمير يونس وصديقة عبد الرضا، وهم كانوا تجار يعملون. فأني رشحت صلاح كرم أن يكون المدير المفوض للشركة، وبعدين انتموا إلها المخرج الكبير والرائع حسن حسني والست إقبال نعيم، والله يرحمه الممثل الكبير وفنان الشعب خليل الرفاعي، ومجموعة من الفنانين. وقدمنا عمل للأطفال، وعملنا بالتعاون مع الشركة العربية في الأردن، قدمنا عدة أعمال. أما بالنسبة للمسرح، الحقيقة بالمسرح كان محسن علي دا يعرض مسرحية السوق، وكان صلاح مونيكا يقوم بشخصية الأعمى، ولكن لظروف خاصة في صلاح قرر أن يترك العمل ورشحني أن أكون أنا الممثل بديله. فاشتغلت في مسرحية السوق، ومسرحية السوق طول عرضها حوالي سنتين زمان أو أكثر. أعمال الدكتور محسن العلي الراقية، كل عمل كان يطول مو أقل من سنة، لأنه يضم مجموعة من الفنانين الراقين. بعد انقلاب العام 1963 وقتل عبد السلام عارف الرفيق عمره عبد الكريم قاسم وتوليه الرئاسة الجمهورية، قامت الحكومة العراقية بشن حملة واسعة على الشيوعيين العراقيين، بحيث انملت السجون العراقية بالشيوعيين من كل المدن، وكان الفنان قصي البصري أحد الشيوعيين اللي ألقت الحكومة القبض عليه، فانسجن مدة سنتين تعرض بيها للكثير من الضرب والتعذيب وقصص أخرى. بالنسبة للضغوطات السياسية، أنا في عام 63 انحكمت لمدة سنتين لكوني شيوعي، فقضيت السنتين في سجن نقرة السلمان وفي سجن بعقوبة. وفي سجن بعقوبة الحقيقة كان المامور هو نفسه مامور فهد اللي كان يعذب الشيوعيين في العهد البائد، وكنا يعني اخذوني وزينوني اقرا وحبسوني انفرادي مع واحد من الجنود، وكانوا حتى المرافق ساديها بحيث احنا شو نعمل نشيله بعدين بالتنكات ونطلع الى برا. كان تعذيب، اضافة الى انه اي واحد يحكي يعني من الحوادث اللي بالسجن، صار عندنا ولد كردي يصير عنده صرع، وهذا الصرع يعني احنا ما نعرف له شلون ينتهي
فاني طلعت صحت على السجان، قلت له صيح للمامور قل له قصي البصري ريدك. هذا السجان قام يضحك قال لي منو قصي البصري؟ قلت له الولد عندنا راح يموت يا معود، الولد صرع راح يموت. فبعدين المهم يوم الثاني هو هذا جابوا له احد دواب وانتهت شغله. يوم الثاني اجانا المامور قال يا ابا قدام السجناء جمعني بالهاي الوسط الأرطة. قال لي منو يا ابا قصي البصري؟ قال للمامور تعال. قلت له استاذ انا مو، قلت له تعال انا جاي اقول له مريض راح يموت، شوف ان المامور بلكي ساعده. هذا اللي حسيته. والتموا على الشرطه ودقه ما دقه بل يريدوني تبريد ورجعت. هاي من الاحداث اللي صارت بالسجن. اما بنقره سلمان فنقره سلمان يعني سجن كبير وبي قواويش كبيره يناموا بها السجناء ويجيبوننا اكل ومن حقنا ان نسوي تحسين على الاكل. فكان اريح سجن هو نقره سلمان بالنسبه. بعد ما سمعت قصة السجن والضرب والتعذيب، شنو رأيكم نغير جو ونروح نسمع قرفة وموقف محرج حدث مع الفنان قصي البصري؟ أما المشاهد الطريفة في مسرحية السوق، كان عندي مشهد ويا ست بشرة، أني أخلي إيدي على كتفها وأقلها هذا الطحين نمرة صفر، فالجمهور كانوا يضحكون ويتونسون عليها. بعدين من قمت أطلع بالشارع الناس تصيح علي هذا الطحين نمرة صفر، هذا الطحين نمرة صفر. وفي مسلسل ذئاب الليل الجزء الثاني عندي مشهد ويا الحارس، أقول له شوف لي هذا منو صعد على العمارة ليأذي البنات ليأذي الشقق ليأذي أحد. فهو يقول لي أنت شعليك من راقب الناس ما تهمن. فأنا أقول له طرن، إي والله أنت طرن. ما أشوف إلا ذاك اليوم وأنا بالشارع ويصيحون عليه طرن، إي والله طرن. هاي من المشاهد اللطيفة يعني اللي صارت عند المسرح، وهي كثيرة الحقيقة ما يسعنا الوقت أن نتكلم أكثر. أما المواقف المحرجة في العمل، اليوم احنا جاي نعرض مسرحية الحواجز للمرحوم مهدي السماوي، وقبل العرض بدقائق صعدت على المسرح أتفقد الممثلين، وإذا إبراهيم أبو الهيل ما موجود. قلت لهم اتفقت ويا الممثلين يوزعون دور إبراهيم بيناتهم. المهم بس فقدت قلق خايف على العمل. ورا فترة من العرض ما أشوف إلا إبراهيم أبو الهيل موجود على المسرح. من خلص الدور ماله طلعت له ركضت له قلت له إبراهيم شنو القصة؟ إيش عجب التأخير وأنت من الفنانين الملتزمين بالمسرح؟ يعني عمرك ما صار هالشي. فقال لي ساد أنا عمي متوفي، خليته بالثلاجة بالمستشفى وجيت. فتصوروا شلون كان حب المسرح وإخلاص المسرحيين للأعمال المسرحية. سألنا الفنان قصي البصري أيهما تفضل، العمل في المسرح أم الدراما، وما هي أهم الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتك الفنية؟ أنا أفضل المسرح، وأعتقد خيرة الممثلين
يفضلون المسرح لأنه في مواجهة مع الجمهور، وتحس بإحساس الجمهور، انسجامهم وياك، تصفيقهم، حزنهم، كله يحسون بي من خلالك. وإحنا بعدين على المسرح نحاذر أن نخطئ، لأنه في التلفزيون نقدر نتلافى الخطأ، يعيدوا مرة ثانية أو ثالثة، بس في المسرح لا. وإحنا من خلال المسرح قاموا يختارون المخرجين في التلفزيون، فعملنا مع كثير المخرجين في العراق أمثال المخرج الكبير حسن حسني، والمخرج الرائع صلاح كرام، وعماد بهجت، وكثيرين، حسين التكريتي، كثيرين لا يحضرني يعني أن أذكرهم الحقيقة، طبعا الكبر يبين هنا. المهم فأنا عملت في التلفزيون حوالي 50 مسلسل لخيرة مخرجين العراق، والحقيقة حصلت على مجموعة من الجوائز، يعني حوالي 12 جائزة و 30 شهادة تقديرية، لأنه كانت الناس والمسؤولين يقدرون، ولا ما يحز بنفسي أن ينسوني الآخرين، لأن أنا لحد الآن وتأتيني شهادات تقديرية من العراق، من جامعة البصرة إلى نقابة الفنانين إلى الجمعيات الخيرية، والحمد لله. فما يحز نفسي كل شيء. أنا قدمت في فترة، قدمت الكثير وحصلت على الكثير، وهذا كله يرجع إلى جمهوري العزيز. بفضل الجمهور أنا وصلت إلى هالمرحلة، لولا الجمهور، وهذا كل فنان، كل فنان بلا جمهور لا وجود له. فتحياتي إلى جمهوري العزيز، وحبي إلى جمهور البصرة. وقبل الختام لازم نعرف أين الفنان قصي البصري الآن، وشنو سبب خروجه من العراق؟ أما الآن في 2006 طلعت أنا من البلد، وسبب لسوء الأوضاع، وكذلك هددوا أطفالي، هددوا ولدي لأنه يشتغلون بالقنوات، هددوهم، فطلعت لمدة 15 سنة أنا الآن في أمريكا، وحصلت على الجنسية الأمريكية والحمد لله. وفي الختام أكرر شكري إلى قناة الحياة آرت لاهتمامها بالأدباء والفنانين والمثقفين، وأشكر جميع الكادر الذين يعملون في هذه القناة، مع حبي الفنان قصي البصري. الفنان قصي البصري، شكرا جزيلا لحضرتك على إجراء هذا اللقاء، وعلى تحملنا وتحمل أسئلتنا. وأنتم أصدقاء الرائعين، كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.